احنا النهارده هنتعرف على تحليل اسمه الإلايزا. حقيقة ان هذا التحليل بيستخدم في عدة قياسات وهنتكلم على حاجة منهم. هو عبارة عن بيسمى المقايصة الامتصاصية المناعية للإنزيم المرتبط او الإنزيم لينكد اميونو سوربنت السيل. وهذا التحليل بيستخدم في عدة امور وهنتكلم فيما بعد على استخدام الباحثون للإلايزا للكشف عن بروتينات الأورام في بول النساء، وهو اختبار بول غير جراحي، يعني كانوا بيضطروا للجراحة عشان يكشفوا عن السرطان عند النساء، وهنتكلم بالتفصيل على هذا الموضوع. لكن هنا بقى بتحليل بول عن طريق الإلايزا بيقدروا يعرفوا هل هذه المشكلة موجودة ولا لأ. وهنتكلم بالأخص على الكشف المبكر عن بروتينات فيروس سرطان عنق الرحم الـ HBV أو فيروس الورم الحليني البشري، وزي ما بنقول إن هو اختبار بول جديد بديل عن الجراحة. واختصار الـ HBV اللي هي Human Papilloma Virus. هنتعرف على الإلايزا، نتعرف على الـ HBV، بعد كده نتعرف على استخدام الإلايزا في الكشف عن الـ HBV. تحليل الإلايزا أو ما يعرف بالمقايصة الامتصاصية المناعية للإنزيم المرتبط أو الإنزيم لينكد اميونو سوربنت، وهو اختبار بيقيس ويكشف عن وجود أجسام مضادة معينة في الدم. كل أجسام مضادة هي بروتينات بيقوم الجسم بإنتاجها للدفاع عن نفسه ضد المستضدات التي تدل على الإصابة بالعدوى والأمراض. ويجرى هذا التحليل عن طريق أخذ عينة الدم ومن ثم إرسالها المختبر، ليقوم الفني المختص بوضع العينة في طبق يحتوي على المستضد المحدد المراد للكشف عنه. فإذا كان الدم يحتوي على أجسام مضادة لهذا المستضد، سيرتبط الأسنان معا ويحدث تغير في اللون، ومن ثم يتم قياس مقدار التغير الحاصل في اللون الذي يعطى بدوره انطباعا عن كمية الأجسام المضادة الموجودة في الجسم، ومن ثم ترسل النتيجة للطبيب المختص لقراءة النتيجة وتشخيص الحالة. وتقدر الإشارة إلى أنه من الممكن أن يعطي الفحص نتائج خاطئة، قد تكون نتيجة سلبية كاذبة، أي أن يشير التحليل لعدم وجود الأجسام المضادة التي تدل مرض ما بالرغم من وجودها بالفعل، أو العكس في حالات النتائج الإيجابية الخاطئة. في هذه الحالات قد يطلب الطبيب إعادة التحليل مرة أخرى خلال بضعة أسابيع أو القيام باختبارات أكثر حساسية لتأكيد النتائج. نكمل المرة دي.